في زاخو لهذا القصف التركي. نعم نجلاء تفضلي. نعم تحية طيبة جميع مشاهدي ومتابعي قناة زاكروس العربية. نعم أثار القصف التركي موجة غضب واستنكار لمواطني إقليم كردستان وسكان هذا المخيم الذي أقف أنا حاليا فيه وهو مخيم تشمشكو للنازحين في مدينة زاخو. ردود فعل سكان هذا المخيم يعني مطالبين الحكومة العراقية في بغداد بوقف تلك العمليات بحجة ملاحقة الحزب العمال الكردستاني معي أحد النازحين. نعم ما هي مطالباتكم؟ شكرا لقناتكم الموقرة. بالتأكيد هناك مطالبنا كثيرة، لكن نطالب الأمم المتحدة لأن ليس هناك حكومة عراقية جادة بتوقيف جنبنا كيزيديين أو كعراقيين، لأن أصبح لنا أكثر ما يقارب 6 أعوام ونحن نازحين ومتشتتين في جميع دول العالم، لكن نطالب الأمم المتحدة بوقف هذه العمليات الإرهابية الجبانة التي تقع على أراضي سنجار. نعم معي نازح آخر. القصف التركي على سنجار ليس وليدة اليوم وليس وليدة البارحة، وإنما حاولوا قبل 1000 سنة القضاء على الديانة الإيزيدية والرفع وكسرت أنوفهم هذه الإيزيدية قبل 1000 سنة. نحن الآن نطالب من الدولة العراقية، إن كان الدولة العراقية موجودة فعلا التي تنتهك حرمة سيادتها كل دقيقة وكل ساعة من الجانب التركي من الجانب الأمريكي، نطالبها بالحفاظ على سيادتها كأقل تقدير في مناطق الأقليات التي تعيش فيها هذه الأقليات المضطهدة التي تعرضت إلى الفرمانات. شكرا جزيلا. نعم استمرار القصف التركي على مناطق شينغال ومناطق اراضي اقليم كردستان تعد انتهاكا للسياده العراقيه وانتهاكا للحقوق حسن الجوار، حيث اعلنت الدفاع التركي انها غارت اكثر من 26 طائره غارت على مناطق شينغال ومخمور. نعم